يتطلع المنتخب الوطني لتصحيح مساره على طريق المونديال عندما يستقبل اليوم ضيفه الكوري الجنوبي على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. الأحمر فنيا جاهز لهذه المواجهة، هذا ما أكده الجهاز الفني. نفكر بالتأهل وهو هدفنا الذي نعمل على تحقيقه، والمجموعة ليست سهلة، والدليل نتائج مباريات الجولة الأولى في المجموعة. مستعدون لمباراة الغد ولدينا الثقة باللاعبين، نتعامل حسب معطيات المباراة. لدينا جميع المعلومات عن المنتخب الكوري الجنوبي محمد المسلمي وأحمد الخميسي جاهزة لمباراة الغد، ونأمل أن نخرج من المواجهة بنتيجة إيجابية. نعم، هدفنا التأهل إلى المونديال ونحن قادرون على ذلك، شريطة أن نؤمن بما نملكه من إمكانات. نيتنا أول شيء 3 نقاط، حالتنا ما حققنا 3 نقاط نفكر في نقطة إيجابية، لأن اليوم أنت تلعب مع فريق متطور خاصة في السنوات الأخيرة، يمتلك مجموعة من اللاعبين خارج آسيا ولاعبين لهم قيمتهم على مستوى العالم، فأنت كلاعب كرة قدم لازم كامل هذه الظروف لازم تستغلها صحيح. أنت تعرف مثل ما خبرت في البداية، لما تكون على أرضك وبين جماهيرك أنت دائما تطمح أنك تفوز، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الله يكرمنا بالفوز بإذن الله تعالى. الأحمر وإن غاب عنه بعض النجوم لأسباب مختلفة في مواجهة اليوم، فإن من حضر سيكون على الموعد مدعوما باللاعب الأول واللاعب الأفضل واللاعب المؤثر وهو الجمهور. إن شاء الله جاهزين، المدربين ما قصروا أعطونا كل النقاط، واللاعبين إن شاء الله ما بيقصروا باكر. أجواء حماسية إن شاء الله، متفائلين إن باكر يعني ندخل يعني بأفضل شيء نشوفه يعني، وإن شاء الله نكسب 3 نقاط. لن يكون طريق الأحمر إلى المونديال مفروشا بالورد، بل يحتاج لمزيد من الجد والعمل، فما زلنا في بداية المشوار ولن نتوقف حتى نصل للهدف المنشود ونكون شهود عيان على إنجاز يليق بكرتنا. تتأهب القلوب قبل الأقدام وتصطف الآمال جنبا إلى جنب مع الأحمر العماني لكتابة ليلة استثنائية وتاريخية أخرى تبقى في الذاكرة. أحمد بن حسين العجمي من مجمع السلطان قابوس الرياضي بوشهر.